اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه حضراتكم بترحبوا على هاشتاج تريزيجيه في البيت الكبير بالنجم الكبير الكابتن محمود حسن تريزيجيه. الحقيقه وكل الشكر ليكم وكل الشكر لتريزيجيه الحقيقه ان هو مره ثانيه ان هو يكون معانا على الهواء مباشره من خلال شاشه قناه النادي الاهلي في البيت الكبير. الحقيقه حاجه محترمه وحاجه جميله جدا، بشكرك مره ثانيه. يعني انا مش عايز اقول لك الناس عامله ايه على السوشيال ميديا بجد، يعني انا دايما بحب اتفاعل ويبقى الناس دايما في وسطنا، لان انا عارف ان انت كمان من الناس اللي بتحب تبقى متواجد دايما في وسط جمهور الاهلي. طبعا يا كابتن اسلام انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده، ومبسوط ان انا مع قناه النادي الاهلي النهارده. ان شاء الله يكون حلقه جميله، وان شاء الله الناس تبقى مبسوطه ان شاء الله. احنا متاكدين ان شاء الله ان هي هتبقى حلقه جميله، ولكن في البدايه طمنا على رجلك. انا الحمد لله والله كويس. الاصابه كانت مفاجاه ليا كبيره قوي، لان الحمد لله انا كنت ابتديت اخش في فورمه كويسه جدا، بس الحمد لله انا دي قضاء من عند ربنا وانا كنت راضي بيه، وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه اعود يعني اكون اقوى ان شاء الله من الاول بكتير، وده هدفي يعني. هو خلاص انا الاصابه حصلت، خلاص اللي حصل حصل. هي اصابه صعبه شويه، بس خلاص الواحد حاطط تحدي قدامه تاني اللي هو ان شاء الله يقدر يرجع اقوى من الاول، يعني اقوى من الاول بكتير ان شاء الله. شهرين ونص تقريبا من بدايه الاصابه لغايه دلوقتي، قدامك تقريبا 3 4 شهور. ان شاء الله تبقى الامور جيده. ان شاء الله. وانا الصراحه الناس في الدكاتره في استون فيلا كانوا قايمين معايا بشغل عالي جدا اول شهر ونص. بعد كده انا جيت هنا كملت علاجي مع دكتور محمد ابو العيلة ودكتور مصطفى صدقي ودكتور احمد مطر. طبعا دول ناس قامات كبيره جدا وناس شاطره جدا. انا فعلا انا بقى الحمد لله اصاباتي كانت قليله جدا، فلما جيت عشت معاهم لا حسيت فعلا الناس ديت في حته ثانيه خالص. فالحمد لله الامور ماشيه كويسه، وان شاء الله العوده قريبه ان شاء الله.